Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arhamsah. Di sini saya akan membacakan 7 hadis untuk memenuhi tugas MID mata kuliah di Starbawi. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisam bin Ammar, haddatsana Habs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Sinzir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, طلاب العلم فريدة على كل مسلم ووادي العلم عند غير أهله كمقلد القناديل الجوهرة ولؤلؤ والذهب رواه ابن ماجه. Hadis kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Amr bin Khalid qal hadasana Al-Layth an Yazid an Abi Khair an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري. Hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdan akhbarna Abdullah akhbarna Yusuf an Zuhri qal أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة بواه يهودانه أي نفسرانه أي ماجسانه كما تنتاج بهيمة جمعاء هل تحيي سنتها من جدع ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تمديل دخل الليل ذلك الدين القيم رواه البخاري. حديث 4. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السحمي المعنوي قال حدثنا صور أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين وتربحهم عليها لأسر السنين وفرق بينهم في المضاج وإذا كأحدكم أبداه واجره فلينظرن إلى شيء من أوراته فإنما أسفل من صراته إلا ركبتيه من أوراته رواه الأحمد. حديث كلمة. أخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عرب عن محمد والحرس ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم حدثني مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته ما هجروا إليه رواه النسائي. حديث 6. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليس قال حدثني شهيد مقباري عن ابن شرائح الأدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم
ضعيفه جائزته جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فمن كان وراء ذلك فهو صدقه عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت رواه البخاري. حديث كتوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سليم عن عبد الله عن أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.